صورة حتى الدقيقة، وكل صورة كيقول لك ها شنو دار واحد، وانت تبدا قراءة ولكن القراءة ديالو كتكون مختلفة وخاصة جدا. أعطيني مثال، مثلا الإنسان اللي كيبيعو في القصبة، في الباب ديال القصبة كيبيع واحد المنتجات الفلاحية ديالو، كيجيو الساحل عندهم ديك اللبسة ديال الساحل الشاشية وداكشي. مثلا انت كتشوف المرأة تولي يعني كتباع كذا، كتشوف واحد المشهد إلى حد ما فولكلوري، وملي كتقول له ماذا تعني هاد الصورة؟ كتقول هذا كتعني لي 14 دريال 7000 درهم، يعني شوف ديك المرأة ملي جات ندوه كتجي يعني هذه المرة الثالثة كنديرو مسابقة في إطار فعاليات مهرجان تلاقوا الثقافات، كنديرو هذه الندوة افتتاحية على اعتبار هو بمثابة الإعلان على المسابقة اللي كتحمل اسم إدريس الصبيحي. إدريس الصبيحي فنان فوتوغرافي عصامي، يعني تدرج يعني كطفل تدرج في فن التصوير ملي كان يعني سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينات والتسعينات. فادريس الصبيحي ما كانش غير محترف اللي كيصور المناسبات الخاصه والعامه وداكشي، وانما كان الا بغينا نقولوا فنان على هامش الموضوع ديالو اللي هو الموضوع المطلوب يعني في السوق ديال الصوره، كان على هامش انه هو كيمارس بشكل تلقائي كيمارس يعني فن التصوير. والموضوع ديالو كان بصراحه هو المدينه بالمعمار ديالها، بالمعالم ديالها التاريخيه، بالمعالم ديالها يعني الطبيعيه، والمناسبات اللي كتكون عندها طابع جماهيري كان كيلتقطها بالجلوبال يعني كيلتقطها في الماكرو ديالها، ولكن كيمشي لديك التفاصيل بحال اللي قاو بعض المتدخلين، يعني كيفاجئك بشي صوره خاصه ما شفتيش راسك الى اخره في الزمان اللي كانت الصوره يعني نادره. رحيل إدريس الصبيحي اللي هو كان موضوع الندوة اليوم وموضوع المسابقة ديال التصوير الفوتوغرافي اللي كاتب اسمه، هو من أحد المصورين المحليين المشهورين لأنه بدا كمصور الحفلات والأعراس والتوثيق ديال المناسبات الوطنية والدينية، ولكن مشى أبعد من ذلك أنه بدا كينتج صور تؤرخ المدينة وكذلك صور يحتفى بها في البيوت وبعض المحلات العمومية كصور كتعطي جمالية للمكان. ومن ناحيه ديال الجماليه هي صور تعبر عن من ناحيه التركيب عن عشق المدينه عن ارتباط بالمدينه، باعتبار ان ادريس الله يرحمه كان شخصيه كان ظاهره اجتماعيه، الناس العائلات كامله كترتبط به كتبغيه، كيدخل البيوت كامله كيمكن انه يصور العرس حتى النساء لانه كاينه ثقه، فبالتالي هذا الحب المتبادل اعطى صور يعني في المجمل ديال الجماليه ديالها صور تعبر عن هذا الحب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.